لكم يا أصدقائي في سبوت أون المشاهير. بعد أن قرر الزواج، يظهر أن إرسين إريغي عرض الزواج على حبيبته بيرل بوزام أثناء عطلتهم في نيويورك، والتي كانت تتواجد بها أفرا سرات أغلو معهم. وهذا الفيديو الذي كانوا يحتفلون به بعيد ميلاد إرسين هو نفس اليوم الذي تم فيه عرض الزواج، وهذا واضح من تعليق أفرا سرات أغلو على بوست بيرل هذا الذي نشرته، وعلقت فيه أفرا كاتبة: أنا سعيدة جدا لأننا عشنا بعض الأشياء معا هنا، أحبك يا صغيرتي. وردت عليها بيرل كاتبة: فتاتي التي أعشقها. وتعليق أفرا يدل فعلا أن عرض الزواج تم في هذا اليوم. برأيكم هل زواج بيرل وإرسين سيؤثر على مسلسل طائر الرفراف، لأن بيرل لديها ثنائية مع تارو أي سونا وكايا، أم لا؟ شاركوني آراءكم في التعليقات. إلى اللقاء بفيديو جديد.